تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيون ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناء. القوات المسلحة السودانية إذ تتقدم بخالص التعازي لأسر شهدائنا الأبرار، تؤكد وبشكل قاطع بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وستقوم بالرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه.